عارف اني اتأخرت عليكو جدا جدا في عدم كلامي على ماتش الترجي وماتش الوداد المغربي، وعلى الفضايح اللي حصلت من الكاف، وعلى المصايب والتوابع اللي حصلت. انا اسف وحقك عليا جدا، لكن تسألني ليه ما عملتش كده؟ لاني قاعد بحضر انا وجو حلقة، يعني من الاخر حلقة من اللي بنقول عليها ربنا يستر. هنتكلم فيها على فضايح الكاف والمهزلة الكروية والعالم الثالث اللي احنا عايشين فيه كرويا. هنتكلم على فضايح احمد، وهنتكلم على فضايح عمرو فهمي والمشكلة اللي رد بيها، والليلة دي كلها هنتكلم على موقف الاتحاد المغربي وموقف الاتحاد التونسي وما علاقة مصر بالموضوع. ولو لسه مش مكتفي بكده، احب اقولك هنشوف برضو علاقة فيفا وتورطها بالقرف والوسخات اللي بتحصل في الكاف. واهم حاجة بقى في الليلة دي كلها، هنعرف الكورة ما علاقتها بالسياسة ودخول السياسة الغريب في كرة القدم. اعمل لايك وانت قلبك ميت، واعمل سبسكرايب وافتح التنبيهات على طول، جايز تكون اخر حلقة. بنشوف عندنا في الكرة المصرية، بما اننا يعني واقف ديكور الرزع المحلي، بنشوف بقى عندنا مشاكل يعني احنا بنشوفها كبيرة لكن هي مش كبيرة خالص. يعني بنشوف الاهلي بيطالب ان هو خلاص ينسحب من الدوري، وبيصعد الموضوع للفيفا. الناحية التانية مرتضى منصور رافض تماما ان هو يلعب قبل البطولة، وواقف على موقفه، ده حقه وده حقه والاثنين واقفين عند حقهم طبعا بسبب الاتحاد، لكن دي مشاكل بسيطة جدا. بقولك النهاردة انا جاي اتكلم على ماما افريكا، ورتنا يعني العجب بقى، يعني ورونا شوية مصايب وعارف المجاري لما تطفح في اخر ايام دي لازم نتكلم عليها. فابتدي لك منين يا ولا؟ ابتدي لك من الراس الكبيرة، من عم احمد رئيس الكاف والاتحاد الافريقي، واحكي لك على مشكلته مبدئيا كده مع عمرو فهمي. نبدأ كده من الاول، خليني احكي لك واستمتع بماما افريكا. النهاردة عمرو فهمي الراجل ده كان شغال السكرتير العام للكاف. تقولي السكرتير ده معناه ان هو بيرد على التليفونات وبيبعت؟ لا، الراجل صاحب قرارات، ديسيجن ميكر بيسموه بره، يعني منصب من الاخر. طب تمام، احمد فجأة يحصل لجنة تصويتية ويقرروا ان عمرو فهمي مش هيبقى السكرتير العام، ويطردوه من العمل او يوقفوه من العمل. تصويت جماعي في الكاف. طب ليه يا جماعة؟ حصل ايه؟ نفهم. قالك عمرو فهمي فاسد، عمرو فهمي مش بيعرف يتعامل مع الناس، عمرو فهمي تعامله سيء، عمرو فهمي اداؤه مش حلو. فده كان الكلام اللي بيتقال على الراجل، وفعلا خد القرار وعمرو فهمي مشي. عمرو فهمي مسكتش، يعني بقى عارف ايه لما اللي جوه بيتخانقوا فبيطلع ايه، بقولك المجاري بقى، طلع الراجل على البي بي سي وعلى كل الصحف العالمية للكورة وللأخبار الرياضية، واتكلم وقالك يا باشا هم مشوني لان انا اكتشفت المصايب اللي كانت بتحصل، وكنت عايز اوقف الفساد اللي جوه، انا الوحيد اللي نضيف، وعشان انا اكتشفت الحاجات دي هم مشوني. واسمع الكبيره بقى، قالك انا معايا دليل وشهداء على ان احمد ليه شرايط جنسيه، او ان هو بيتحرش بناس في الاتحاد الافريقي. يا نهار اسود ومهبب، اصل دي مصيبه. يعني لو الراجل عمرو فهمي ده كذاب هتلبسه مصيبة، ولو دي حقيقة فدي مصيبة للاتحاد الافريقي كله لما يبقى رئيسها بيتحرش يتوقف عن الكورة. ونشوف بقى قصة سجون بقى وليلة سعادتك. قام طالع احمد ورادت طبعا، يعني الراجل هيسكت؟ مش هيسكت. قالك انا برضو عندي شهود ان الراجل ده فاسد. ما هو خلاص بقى، ما احنا بنرمي بقى، وان انا وقفت معاه في مرضه، وان الراجل غير قادر على تحمل منصب زي ده، وانا جاي اطهر الاتحاد، وانا بوقف بقى بعد ايام عيسى حياته ده الجديد، مع انه هو كان شغال مع عيسى حياته، بس ما علينا. يرد عمرو الناحيه الثانيه يقول له شركه بوما وشركه الفرنسيه اللي انت كنت تبعها او اللي انت صاحبها شغال فيها ايا كان، وقصص بقى ونصب وطالع، بقول لك كميه قرف يعني مش كده. فمن هنا ابتدت الناس تتساءل ويطلع بقى عبارات كده، ده النفوذ التونسي والنفوذ المغربي يحتل الكاف على عكس النفوذ المصرية.
بقى انك عندك هاني ابو ريد، عندك مجدي عبد الغني، عندك حازم امام وغيره وغيره. بس دي هي التساؤلات اللي في السيركلز والبابلز ومن هنا مش. طب تسالني طب ايه يعني لازمته ايه الكلام ده؟ هقول لك، فاكر لما اتكلمنا على فوزي لقشع؟ مين هو هذا الراجل؟ الراجل ده هو رئيس نادي نهضه بركان اللي لعب الزمالك في نهائي الكونفدراليه، وفي نفس الوقت هو نائب رئيس في الكاف في الاتحاد الافريقي. يطلع الكلام من هنا لما كلام كتير قوي وكل السوشيال ميديا والجمهور ابتدى يتكلم ان نهضه بركان عدى بدفعه تحكيميه وعدى ب تورط من الكاف قدام الصفاقسي. انا بامانه ما شفتش المباراه لكن سمعت ده وكلمتكم فيه قبل كده في حلقه الزمالك. يجي الراجل فوزي لقشع ده بعد ماتش الزمالك ونهضه بركان لما الزمالك توج بالبطوله، شفنا المشاكل، انا كنت في الملعب وشفت المشاكل بنفسي على من فوق كده، اللعيبه ضربت ونزل فوزي لقشع ده ضرب الحكم الاثيوبي، شفنا طبعا الصور الشهيره والحكم الاثيوبي قاعد بيعيط، موقف يعني غريب جدا لدرجه ان الاتحاد الاثيوبي نفسه قرر يشتكي الفوزي لقشع اللي هو رئيس نادي نهضة بركان. بس هيشتكي لمين؟ يشتكي له هو بقى ولا هيشتكي لمين؟ فهي دي الدائرة اللي احنا بنتكلم فيه، بتتفرج على مسخ في الكاف بتحصل. بنشوف موقف تاني احكي لك، جهاد جريش في نهائي دوري ابطال افريقيا ماتش الترجي والوداد في المغرب، الراجل جات كورة يعني انا اقول لك هو غلط فيها الراجل، لكن كورة صعبة جدا. انا اكتر واحد قاسي على الحكام وانتوا عارفين وبتكلم في اي حاجة. النهاردة جهاد جريشة لا يعني حتى لو غلط الوداد طبعا حقه، الراجل جمهور وبيشجع فريقه وعايز يكسب بطولة، اكبر بطولة في افريقيا، اتعصب وجهاد جريشة قتلنا ماشي، لكن الكاف ياخد موقف من جهاد جريشة 6 شهور وقف؟ ده يعني ما شفناهاش قبل كده دي. يطلع قرار رسمي ويكتب جهاد جريشة وقف 6 شهور؟ جهاد جريشة حتى بيقولك انا بعد الماتش اللجنة كلمتني وقالت لي برافو عليك قدت المباراة كويس، يعني انا مش فاهم ايه اللي حصل. بنشوف حكام كتير قوي على فكرة بتغلط، يعني الحكم بتاع الاهلي والترجي في القاهرة لما الترجي رفعوا دعوة بتاع الحكم توقف، بس ما قالوش حتى بقى توقف قد ايه، توقف ما علنوش قرار كده، الموضوع بيعدي يعني في حاجات اصعب من دي بكتير. فطبعا ده القرار اللي الكاف بيحاول يهدي بيه مثلا جمهور الوداد في ماتش الذهاب. كلام فاضي، كله كلام فاضي وما تفهمش مين صاحب الكلام ده. نيجي بقى عند الفضيحة الأكبر والأبرز وماتش العودة. رجع فريق الوداد 1-1 رايح يلعب الترجي في ملعبه، ملعب صعب، وفريق الترجي لاعب بطولة جبارة، فريق يعني مرشح بقوة يكسب البطولة بدون أي حاجة. وبالفعل الترجي يدخل المباراة 1-0 تمام بيقرب بالبطولة، الوداد بيحط جون 1-1 ويرجع المباراة اوف سايد بتاع، قالك الجون مش محسوب. يا عم لعيبة الوداد تتجنن تروح وتيجي، طب هنعمل ايه يا عم؟ طب شوف الفار، مش في فار يعني، مش كان عندنا الماتش ده بفار، روح شوف الفار. طب نروح نشوف الفار ولا ايه؟ نشوف الفار، انا راح اشوف الفار. راح يشوف الفار قالك الفار مش شغال. نعم يعني مش فاهم يعني ايه يعني، طب شغال يعني دوس على الزرار بتاع الشاشة؟ لا اصل في قطعة من الفار مش موجودة. ده نهائي افريقيا يعني مش نهائي دورة نادي الصيد، يعني نهائي افريقيا، هل الفار مش عارفين تشغلوه؟ لا قالك في قطعة ناقصة ما جاتش مع الجهاز، ما عارف كلاوي ما خدناش في الكلاس دي. يا نهار اسود ومهبب على منظرنا قدام العالم، يا عالم يا تالت. فعلا الناس لما بره بتلقب القارة دي بانهم عالم تالت من المناظر اللي بتحصل. لعيبة الوداد طبعا مش مصدقة، يعني حاجة لا تعقل، والحقيقة موقف رجولي 100% من اللعيبة. مع كل احترامي للترجي وللوداد وانتوا عارفين ان انا اهلاوي فاكيد مش هبقى واقف مع ده ولا مع ده، الجون 100% صح، الترجي مش مستاهل ان هو اصلا يعمل الحركات دي يكسب عادي، مقدم بطولة يبقى كسبان بجدارة لو كسب عادي الماتش. النهاردة لعيبة الوداد قلت لك خلاص يا باشا انت مش عارف تكمل الماتش ماشيين سلام. انا كنت فرحان بيهم جدا، ما هو لازم حد يقف في وش الفساد ده. ساعتين بقى واقفين
والراس الكبيره نفسها احمد احمد واقف في الاستاد قاعد فوق في المقصوره مش عارف اعمل ايه. حد عارف نعمل ايه؟ محدش عارف يعمل ايه. طب الحكم لبس الترنك بتاعه ووقف بقى خلاص نشوف هنعمل ايه. طب اللعيبه مشيت بتاعه الوداد وفي ازمه طب مين هيتصرف ما دام كلكم هناك؟ مين هيدي قرار؟ قعدوا برضو قعده العرب زي عندنا كده. الزار ده يعني عاده في افريقيا وقرروا يبقى الترجي كسب المباراه وفاير ووركس بقى واحتفالات وخدوا الميداليات وكله تمام وكسب الترجي البطوله بشكل انا ما ارضاهوش لجماهير الترجي ولا النادي الترجي. انا عارف الناس دي وعارف انهم بيلعبوا كوره وفريق بيكسب بطولات على طول. انا اعتقد ان هو ما انبسطش لما شاف فريقه بيتوج بالبطوله بهذا الشكل. اللي يفرح ببطوله زي كده يبقى يعني مش عارف اقول لك ايه، مش عايز اجي عليك بس يعني ما بتفهمش كوره قوي يا معلم، ما عندكش حته كرويه فير بلاي. انا لا انا عايز اكسبك يا معلم، المفروض هنلعب واكسبك مش تكسبني بكده. وهنا بقى نشوف موقف الاتحاد المغربي عمل ايه. موقف يدرس لناس يا ريت تكون بتسمع الحلقه دي او اللي بيسمع يسمعهم. الاتحاد المغربي والانديه كلها اتجمعوا على قرار ما احناش هنلعب تاني في اي بطوله افريقيه، خلاص مش نازلين يعني. مش انت بتيجي علينا كلنا منسحبين وهنقدم بقى شكاوي وكله موافق يعني بلا استثناء. موقف رجولي من اول اللعيبه ما مشيت لحد الاتحاد خلص كده. لا لسه قال لك وبطوله افريقيا اللي جايه المغرب مش جايه. يلا يا عم بقى، الفريق المرشح والفريق الامتع في افريقيا دلوقتي خلاص هيحصل مشاكل والفيفا هتتساءل وهتبقى ليله بقى عارف اللي هو ايه، علوا صوتهم في ظل ان احنا بنشوف مواقف. لو في مصر هيبقى عندك حالتين، شفت في ماتش قبل كده مع الترجي لما اللعيبه راسه اتفتحت وسكتنا قال لك عشان شكل مصر ولازم نعدي الدنيا بخير وراح الحق، او هيبقى العب هرج العب هرج ويزعق ويعمل انا بقول لك العب يبقى تلعب خلاص هنضيع الماتش. مفيش قرار بيتاخد بحكمه وبرجوله صح. شفنا موقف الترجي السنه اللي فاتت برضه مع الاهلي لما خد موقف، مع ان انا بقول لك انا رايح الفاينل مبهور بموقف الاتحاد التونسي مش الاتحاد المصري ولا اداره الاهلي، عرفوا يحطوا ضغط لحد ما كسبوا هناك ومن هنا يحصل فضيحة تانية وتطلع مصايب تانية تتقال بقى. قالك الفار دي مش أول مرة تحصل في تونس، حصلت في النهائي اللي فات قدام الأهلي وده لا يمس بصلة إن الأهلي يستحق البطولة، الترجي يستحق البطولة، الأهلي ما راحش أصلا، فحتى لو كان في فار هو الأهلي ما كانش هيكسب عشان إيه الحق يتقال. لكن احنا بنتكلم على كونسبت او كفكره دي مصيبه. لكن الاهلي كان وحش وعدت الدنيا لان ما كانش حد يقدر يفتح بقه، كان هيتقال على طول انت بتقول كده بقى عشان انت خسران ثلاثة، ما كانش عندك اصلا فكره انك تتكلم ما تعرفش. المهم يعني يقعدوا يومين كده والدنيا تتقلب والناس تتكلم والاتحاد المغربي ثابت على موقفه لحد ما بعد يومين يطلع الراجل احمد ويقول لك خلاص يبقى قررنا ان الماتش هيتعاد تاني في بلد محايدة، والماتش الاول هيتحسب 1-1 والماتش التاني هيبتدي 0-0. الفضايح ما تسكتش عند كده، الفضايح تكتمل ان رئيس نادي الوداد يطلع يقولك واحنا بنتكلم في المقصورة يوم الماتش كان بيتقلي صريحة كده يا عم فوت الماتش وعدي الليلة وهنكسبك السنة الجاية. فن ايه؟ عارف ايه بتاعت شفيق دي؟ ايه؟ يعني ايه السنة الجاية؟ يعني مش اقسم بالله ما فاهم الجمله. يعني افرض الوداد وحش هتعملها ازاي؟ يعني هتدي له ضمان ازاي سعادتك؟ وهل ده بيتقال كده عادي؟ يعني الراجل ده لما طلع قال كده مفيش حد حقق، مين هيحقق؟ انا بتساءل زيك دلوقتي، هل في حد ممكن يفتح بقه يشوف المواضيع دي يا جماعه؟ لان كده البطوله يعني WWE بقى مصارعه فيك كلها، يعني بنشوف بقى مين هيكسب السنه الجايه احلى ايه؟ طب الماتش اللي حضرتك قررت تعيده ده مين مظلوم؟ تسالني هل الترجي اللي مظلوم او الوداد اللي مظلوم؟ اقول لك الاثنين، الترجي مظلوم ان هو بيلعب الماتش خارج ارضه، انا ليه العب ماتش العوده بره ارضي حضرتك؟ يعني ده يلزمني في ايه؟ ده انا كنت جايب كمان جون هناك والماتش كان 1-1، يعني عادي العب في ارضي اكمل،
اخش. طب الوداد، الوداد مظلوم، الراجل كان جايب جون هناك دفعه معنويه كان ممكن يكمل الماتش وبرده يكسب، انت ليه شحططنا؟ فالاثنين طالعين في الاخر مظلومين بسبب هذا الفساد. سؤال مهم جدا او سؤال ذكي حد يقوله لي، طب هل الترجي هو اللي موقف الفار ما دام هي حصلت السنه اللي فاتت وحصلت السنه دي، ولا الكاف هو اللي يتحاسب عليه؟ لا طبعا ايا كان الترجي هو اللي عامل ده يتحقق فيه، ودي قصه تانية خالص، يعني دي اصلا قصه انا ما حدش يقدر يحكم فيها ومفيش دليل على ده ومحدش يقدر يقول كلمه هو مش عارف يعني جايبها منين. لكن الصريح اللي قدامنا ان الفار ما اشتغلش، لحد ما نشوف مين ما شغلش الفار، المسؤول الاول هو الاتحاد الافريقي الكاف، فهو اللي يتحاسب على السنه اللي فاتت وعلى السنه دي. لا لسه لو زهقت الفضايح لسه ياما، يعني عندك بقى يومين ثلاثه كده الموضوع خلص. ما خلص، الراجل احمد متواجد في فرنسا، فجأة بنسمع الاخبار وبقت بقى اوروبية كله سمع عن فضايحنا، اللي هو عندنا فضايا احمد احتجز في فرنسا. انا مش عارف يعني، ما هو اكيد بعد المجاري اللي طفحت دي يعني هيحصل حاجة، ما هو عارف اللي هو يقولك ايه كل ده كلام تمام، بس هل الكلام ده بيطلع كده من مفيش؟ ما هو لا اتقفشت اهو، انت موريتاني، ايه اللي جابك رئيس الاتحاد الافريقي؟ ما حدش عارف، يعني حاجة غريبة جدا. اديك اتقفشت، اتقفش ليه؟ من كلام عمرو فهمي، قالك بقى ده الكلام بتاع التحرش وحصل حوارات وحق عمرو فهمي رجع وليلة سعادتك. ويستوقفني كده وانا ماشي موقف المصريين الاهلي والزمالك، ناس كتير قوي اهلاويه وقفت مع عمرو فهمي، وناس كتير زملكاويه واقفه مع احمد، حتى دي بيبقى فيها اهلي وزمالك؟ يعني بجد خلاص فاضيين قوي عشان نقف صفوف مع ناس بره، مع ناس انا اسف لحد ما يعني يشوفوا بقى يحللوا كميه فساد موجوده من الطرفين. انا الحقيقه ما اعرفش حاجه وما اقدرش الوم ولا احمد ولا عمرو فهمي يعني دليل اتهام واضح، لكن بالكلام ده كله ما ده فساد ايا كان بقى مين اللي هيطلب فيهم مظلوم. لكن اصلا انتوا كلكم شغالين في مكان بركه مجاري فاسده. الفيفا النهارده بتطلع بقرار ستيتمنت، والله احنا ما نعرفش اي حاجه اصلا، احمد اتقبض عليه ليه؟ بجد يعني امال مين اللي يعرف؟ يعني امال مين اللي قبض عليه؟ حد فاهم حاجه؟ قالك احنا ما نعرفش بس هنضرب بيد من حديد على اي فساد هنقابله وهنشوف. يا ولد بلاش نفتح بس في حته الفيفا دي عشان ما نخشش بقى في حته الفيفا فير بلاي، اللعب النظيف والكلام الفله ده اللي بيطبق على فرق زي ميلان ومطلعين عينيهم، لكن نشوف فرق زي باريس وسيتي زي الفل. سبحان الله نلاقي ناصر الخليفي عضو في الفيفا وبكده نفهم. بنشوف كلام موجه وصريح من فرق زي ارسنال ويونايتد، حتى الفرق دي عريقه بتتكلم احنا مش ممكن نواجه دول دي يا جماعه، دي مش فرق دي دول، التصريحات دي هم اللي قالوها مش انا، بيتكلموا ان احنا ما ينفعش نواجه فرق زي قطر او فرق زي الامارات، ماسكين فرق وبيتحركوا بيها. بلاتر طلع بفضيحه، بلاتيني طلع بفضيحه، كميه فضايح وفساد من الفيفا والكوره ما تفهمش فيه. امريكا الجنوبيه برضو فيها زفت فساد وبتاع، فاكرين ماتش بوكا جونيور والاعاده وهنلعبه في مدريد؟ كلها سياسات ودول بتتكلم. النهارده بنشوف احتكار الكره على الفضائيات، بنسمع فضايح كاس العالم وفضايح قطر، ايا كان مين المظلوم ومين الظالم، ما دام الكلام طالع كده كتير يبقى في مصايب. وبنسمع على جنوب افريقيا قبلها الرشاوي، وحتى في البرازيل كنا بنسمع ان في رشاوي. النهارده الفيفا ما هياش اصلا مركزه مع الاتحاد الافريقي ده خالص، عشان كده الاتحاد الافريقي بقى وجه قبيح للكوره في العالم. في اسوأ من الكوره الافريقيه يا جماعه في الملاعب وفي التصوير وفي قرف، بنتفرج على قرف ومظلومين بهذا الاتحاد برضو الفاسد. ظالمنا، ظالم الجمهور اللي بيتفرج، مش عارف اتفرج على فريقي بيلعب في حته نظيفه، ما التصوير نظيف. النهارده فين المواهب اللي بتطلعها؟ افريقيا تمتلك مواهب يا جماعه غير طبيعيه، ما والله العظيم مواهب تكسب بتاعت اوروبا. بنشوف لما لعيب ولا التاني بيطلعوا، بص اتفرج على الدوري الانجليزي النهارده، الثلاثه اللي بينافسوا من افريقيا مصري وجابوني وسنغالي، بيطلع اي لعيب من دول بيكسر الدنيا،
سواء افريقي او عربي. النهارده زياش هداف الدوري الهولندي، محرز بقطع الدنيا، وغيره وغيره وغيره. مش هنقعد نفتح. فين انت دورك كاتحاد انك تقوي المواهب دي، تطلعهم صح، تعمل لهم اي حاجه عشان القاره تبقى فيها شويه كوره. ما بنسمعش غير فساد وقرف وتبويض حياتنا وتبويض المتعه الوحيده اللي بنتفرج عليها. في الاخر نتمنى ما يحصلش اي مصيبه في البطوله اللي جايه، خصوصا انها على مصر، وانا ما اتمناش انها تحصل مصيبه كرويه كده على ارضي. وما تخلوناش نفتح بقى ايه في تنظيم البطوله من ناحيه مصر وبتاع، خلينا نكمل على خير شويه، دي سكه تانية ولسه هنفتح فيها. خليني مؤدب. اي نعم طلع عيني عقبال ما عرفت احجز في الموقع الغريب اللي معمول، لكن برضو مش هتكلم دلوقتي، ليه حلقتها لوحدها. اتمنى تكون عجبتكم الحلقه رزيعه، حلقه مختلفه، حلقه حبينا نفضفض شويه ونطلع شويه رزع مكبوت، كل شويه كده نطلع نديكم حلقه يعني من الاخر. ربنا يستر. اعمل لايك واعمل شير واعمل سبسكرايب وافتح التنبيهات عشان تجيلك الحلقات اللي جايه اول باول، وكفايه رزع اول حد كده.